عنا مدة عامين ونص من اللي كدت الجمعية تحلت الجمعية وده عملنا من الأول كرة اليد النسائية قاعدة ماشية في الطريق متاحة إن شاء الله تنجح على حسب ما أنا أريد. خسرتو السنة ومن طبعا فكرنا بالحاح الحاح كبير ياسر من المواطنين تاع القروان من القراوة وبنيات وأولياء يحبوا على الباسكت. فالهيئة المديرة بعد ما اجتمعنا مع بعضنا قررت أنه نعملوا فرع لكرة السلة النسائية. ناس كل حاجتها باش أنا ضل واقف على الباسكت بصفتي أنا ديما في الباسكت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإشكاليات هو ما فماش البنات وين يترانا ولكن ربي نبع لينا بالدو تيران تاع مركب دار الشباب بالمنصورة ومركب دار الشباب شارع فاس. وحكيت مع مديرين متاع المركب السوس وعطاوني موافقة مبدئية باش أنا نجم الراني البنيات في الله. لهذا أنا اللي عملت الأمور القانونية الكل. الهيئة المديرة نصحها في المحضر متاع الجلسة في ونشرت في الجريدة ومنتو والأمور كل وصلت للمندوبية متاع الرياضة متاع القيروان. نحن نحبوا كان الخير للقروان حبوا البنيات متاعنا في القروان يعملوا رياضة خير ما يعملوا حوايج أخرى. مش وكان باسكت إذا فما إمكانية باش نعملوا رياضة أخرى زادة راهو نعملوا رياضة أخرى ما دامنا نحبوا نخدموا البلاد يلزمنا نخدموها ليل ونهار. من الكوتي هذه نشكر الناس كل نشكر الإعلام خاصة حياة فهم على خاطرها ديما واقفة معنا. عسلامة مرحبا بحياة فهم مشكورين ديما تواكبونا. اليوم عندنا الجلسة التقييمية الخارقة للعادة اللي حضروا فيها الأخيين الممثلين في الهيئة الإدارية مع بعض الضيوف في الوجوه الرياضية كيما سي مصفحلين وسي ياسين قواعة سي توفيق الهاتفي مشكور السيد الرئيس المدير العام لشركة النقل اللي لبى الدعوة واحضر معنا سي عبد الروف القاهري. الجلسة هذه حبينا نقيم فيها الإنجازات اللي قمنا بها للمولود الجديد هذا المولود القيرواني كرة الفرع كرة اليد النسائية. وفي نفس الوقت اليوم احتفلنا ببعث فرع لكرة السلة النسائية وكان معنا سي منصف عينين وكما تلاحظوا حريص وقال مش نقدم الدعم المعنوي وكل ما تحتاجوه مني. نشكر الأخيان الكل نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد من أجل قيروان غد قيروان جميلة من أجل الفتاة القيروانية اللي نحاولوا باش نفسحوا لها فرصة باش تعيش الرياضة باش نبعدوا بنياتنا وصغيراتنا على ظاهرة العنف على ظاهرة الإحباط اللي تسيبهم ممارسنا نشاط رياضي يعلمهم الانضباط يعلمهم حب الوطن يعلمهم حب تونس وهذا الكل لصالح القيروان. يعني والدعوة مفتوحة نرحبوا بالأخيين الكل والله نرحبوا برشا بالأخيين الكل اللي قدموا الدعم كما سي مراد بوهاها كما سي سمير فيالك كما تشوفوا سي رشيد الغربي والشكر كل الشكر الخاص لسي زبير العياري إلا كل ما وجهنا له الدعوة لبى. مرحبا بكم نشكركم انتم حياة فهم مرة أخرى بارك الله فيكم وإن شاء الله نعيشوا بالمولود هالجديد يصبح عنا توأم فرع كرة السلة النسائية وفرع كرة اليد النسائية. أول حاجة أنا فرحان الجمعية دي النسائية الحديثة اللي معناتها قاعدة تشتغل في شغل ممتاز جدا خاصة أني أنا فرحت سمعت اليوم مش حبوا يبعثوا فرع معناتها كرة السلة كما تهنينا على جزكا كما تهنينا على الحصري الواحد ما يكون زادة فرحان باش حتى يقدم لهم معناتها الدعم المعنوي والدعم حتى الفني بالانطلاق إن شاء الله تكون موافقة الفرع هذايا. وأنا فرحان برشا بالجلسة هذه اللي بصراحة مستوى راقي تاع الموجودين وحوار زاد شيق جدا لخدمة الرياضة في القروان وخدمة الرياضة النسائية وخاصة حبي لكرة السلة هو اللي فرحني أكثر وإن شاء الله نعاونوهم باللي نقدروا. بعد الجلسة هذه هي جلسة عامة عادية الحاجة المهمة فيها هو برا من بعث فرع كرة سلة إن شاء الله يكون جديد بيبينير جديد
قد ما يقوى النسيج في الجمعيات الرياضية قد ما تكون الرقمة أقوى وأصح بإذن الله. قد ما تكثر كل الرأي أنا كل جمعية تعمل فرع ولا زيادة في فرع ولا زيادة في جمعية راهي حاجة بوزيتيف وكبيرة برشا إيجابية برشا للقروة. راهو في الآخر هي صرفات مش تجيب 10 و20 و30 و40 و50 ركريتي مو خرط. راهو حتى مسألة الوعي ومسألة لي جين دو في ومسألة البراتيك نتاع سبور وأثرهم على صحتهم وعلى عقولاتهم وعلى قرايتهم وعلى مستقبلهم هذه حاجة مهمة برشا. هذه أهم حاجة وأهم نقطة اليوم عملناها حسب رأينا في الموضوع هذا وإن شاء الله ربي يوفقنا. أنا مازلنا نحكيه على المشاكل نتاع الانفراستركتور نحكيه في مشاكل الدعم وإن شاء الله بتيتا بتيت حل بالسياسة وربي يوفقنا وإياكم. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.